وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد جمعة محمد الكعبي عضو مجلس الشورى عضو الوفد المشارك، أكد أن مشاركة الشعب البرلمانية جاءت من منطلق دعم السلطة التشريعية وتبني قوانين متقدمة في مجالات البيئة والملكية الفكرية ومحاربة الجريمة بشكل عام. الشعب البرلماني شاركت في الاجتماع لبحث الأدلة الاسترشادية غير الملزمة من قوانين الجرائم الإلكترونية والبيئية والملكية الفكرية للاتحاد البرلماني العربي، حيث تم اعتمادها من قبل اللجنة المصقرة المنبثقة من الفريق القانوني للاتحاد البرلماني العربي. ومشاركة الشعب البرلمانية جاءت من منطلق دعم السلطة التشريعية لتبني قوانين متقدمة في مجالات البيئة والملكية الفكرية ومحاربة الجريمة بشكل عام، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من فرص التعاون العربي في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على الأمن وقواعد الاستقرار، حيث أن اعتماد هذه الأدلة الاسترشادية سيسهل آليات قبولها لدى الدول الأعضاء بما يحقق المصلحة المشتركة.